ما رح موت، رح أعيش. ما رح خليهم يقتلوني. دعس بنزين يلا. شلون يعني؟ يا مجنونة. دعس يلا. لك اقتليني ارحملي. هذا اللي رح أعمله أساساً. بأي طريقة، عايشة أو ميتة. شو هالقصة؟ لكن لي بده ياني عايشة أو ميتة. رح روح عايشة لك. تحركوا بسرعة. انتوا الثلاثة لجماعة كبير، وانت روح لورا هذا المبنى يلا. وانت بلا ما تنح هيك يلا تحرك. تحرك. دارا؟ دارا؟ ليش تركتني؟ عندك جرأة تسأليني يا واطية؟ نعم؟ بعد كل شي ساويته من شانك؟ مو انت اللي حذرتيهم من القنبلة؟ ها؟ مين وقف القنبلة لكان؟ مو انت؟ احكي! هن يلي لاقوها وأنا بالزور لهربت. القنبلة لاقوها وحدهم. لك انت عن شو عم تحكي؟ مفكرني غبية؟ عم قلك بالزور نفدت منه. أنا مو خاينة. كبير دفع حياته ثمن هي الغلطة. ليش لحتى صدقك هلأ؟ ها؟ لأنه أنا ما غلطت أبداً. هي القنبلة موتت كل رجالي، حتى أني اضطريت بسببها أترك كل الخيام، وجاي عم تقليلي إنك ما غلطتي مو هيك؟ لي اسمعني، سؤالي واضح وبدي هلأ جوابه. قليلي شو اللي ممكن يمنعني بإني أقتلك يلا؟ في كم جندي هنيك؟ بس كلهم مدربين. مستوعب شو يعني؟
ايه المفروض يكون عندك عناصر محترفين ليتعاملوا معهم، مو هدول الجدبان. شيلوها من هون وفتحوا لي عيونكم عليها، ما بدي ولا غلطة. تركوا يلا انت ويا خلصت المسرحيه هلا بكفي هيك، يلا ارجعوا لشغلكم تحركوا. شو عم بيساووا هالمجانين؟ بيخططوا هلا. عم تتسألي شو عم نساوي معي؟ ساوي اللي بدكن ياه، أنا جوعانة. بالله جد؟ ليه؟ أنا تارة. ما عم صدق شو عم بيصير بعد كل شي ساويته من شانكن، هاي النتيجة هيك بتعاملوني؟ رح نفك العقد اليوم يا تارا. إذا كنتي خاينة ما رح تحتاجي الأكل بالمكان اللي رح تروحي عليه، وإذا لا ساعتها رح تاكلي قد ما بدك. وهلأ في عندي شغل لإلك مهم كتير ولازم تعمليه. لي اسمعني ليك. شو ناوي تعمل يا وسخ؟ وينن لهلا يا رشاد؟ ليكن اجوا. شيلوا عن وجوههن. ما
لكن الجيش التركي عم يحميكن. مظبوط مو؟ مبسوطين ما هيك بهالضيافة هي؟ نحن رعيان وما منعرف شي عن الموضوع وما دخلنا فيه، نحن منعيش بجبال. منيح، لأنه من اليوم ورايح انتو حترعوا الخرفان بحدايق الجنة وبسلام. كل شي جاهز؟ طبعاً كل شي جاهز. حلو، يلا لشوف، يلا تحركوا. دوغان 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 انا شوي وراجع. هي على التليفون سيد جوكشي. سيادة العميد؟ سيد جوكشي، سمعت انك بالضيعة هلأ. اليوم الصبح اجيت مشان عرس قريبي. وحتى العرس صاير بساحة الضيعة. سيادة العميد، عم يخبروني انه صاير مشكلة. سيد جوكشي اسمعني منيح، اليوم استلمنا تقرير بيقول انه في هجمة قريبة على الضيعة من الإرهابيين، فبدي أعرف منك يا ترى في شي مو طبيعي لفت نظرك بالضيعة؟ لا أبداً. هلأ بشوف الوضع فوراً، حتى فيني أبعت كم شب يشوفوا كمان. خبوا بسرعة، خبوا بسرعة، اكتبوا على حالكم بسرعة، تخبوا بسرعة. يلا سيد جوكشي، سيد جوكشي، سيادة العميد نحن تحت رصاص هلأ، نحن تحت رصاص مثل المطر. ألو ألو سيادة العميد. سيد جوكشي عم تسمعني أنت؟ سيد جوكشي ما في خطوط، قطعوا خطوط الاتصال بسرعة. تعمل سيد جوكشي. لك الله يلعنهم، ما في إشارة، خليك عم تحاول تتواصل معهم فورا. حاضر سيد العميد. غطوا منيح أخي حسان، تخبى تخبوا ورا الحيط، يلا غطوا حالكم. صالح تقوص. إدميز لوين؟ دوغان معناك شايف صالح انصاب؟ الرصاص شغال، بترجاكي لا تروحي. أنا ممرضة، هاد شغلي دوغان. اسمعني، روح وخبي الباقيين. إدميز اتركني. انتبهي عمي علي، خبى بسرعة. صالح 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 الياس تعال هون، خود العلم، اصحك يوقع منك، بس يخلص القواس رح ترفعه لأعلى مكان، تمام؟ أعلى مقطع، عم تفهم؟ ماشي اختي دينيز. صالح رح تكون منيح. أوه.
سكر منيح عليه، بغاض على الجرح بغاض. دوغان طمني انت بخير؟ نحن بخير. دينيز وينها؟ دينيز راحت لتفقد الجرحى عمي. من اي طرف عم يقوصوا؟ عم يقوصوا من هديك الجهة عمي. صرنا منستاهل الدفعة الأولى. أخي شبه شو بدك فيني؟ خلاص تركني، أنا حابب أقعد لحالي. قل لي شو صار. لك ما في شي، ما صار شي. يا الله دخيلك. طلع فين؟ عم تبكي؟ لا. شو شايفني قدامك مثلا؟ ليش لحتى أبكي؟ ولك شبهك، احكي لي شو صاير معك؟ وصلتني رسالة من أمي. من أمك؟ إيه، من الممرضة سهيلة اللي بتشتغل مع أمي، هي اللي عم تتواصل معي. لما شفت الرسالة من أمي صرت أبكي، عيوني ما عاد تتحمله، ضليت حابسهم بس نزلوا. وبعدين شردت بهالذكريات، حسيت بوجع كبير، يعني حاسس كأنه في غصة ما عم تخليني أعرف أتنفس. الوجع اللي حاسه ما عاد محمول بالمرة. وكان طيب يا شار، روق شوي، هلأ مو وقت تكتئب أو تنهار، عنا شغل وشي أهم بكتير. الزعل ما رح يفيدك هلأ. ليك أخي تفرج، أنا أملي بالله كبير يا أخي. ليك لما بتكون تمام بحس اليوم كله صار أحلى. هلأ عم تحكي بس بجوز بكرة ما بعرف. شو هالحكي؟ خلي أملك بالله كبير يا زلمة، بدك تهدى شوي وتروق. هلأ عنا واجب وهذا المهم، ما بدنا نكتئب بنوب، هي أول مهمة إلنا شبه. روح أنت أنا بحرس عنك. يلا قوم قوم. لك شو فيني أعمل يا أخي؟ كل ما عم فكر بأمي تنهار أعصابي، وبعدين كل ذكريات الماضي بصير أتذكر بيتنا القديم، وكمان ميسي عم بيجي ببالي. تخيل شفته بالحلم، حتى تتذكر يوم اللي طلعنا بالطيارة كان واقف هيك عند بوابة المستودع وعم بيطلع بعيوني، وكمان مطالع لسانه لبرا وعم بيلهت. تتذكر شلون؟ وبعدين اطلعت عليه، طلع له جناحين من رجليه لظهره هيك، استغربت كتير. عظهر ميسي؟ ايه تماما. وقتها قلت له شو قصة هاي الجناحات يا ميسي؟ وهو رد علي قال لي انا توفيت لهيك صار لي جناحات. ايه يعني هيك بيصير لما الكلب يموت، شو بيعرفني؟ ايه يا عين، هذا اللي صار يا اخي. كان حلو كتير. تعرف يا اوكان، حاسس انه رح فارق حدا، كأنه رح ابكي على حدا هالكم يوم. يا شار خلص اهدى بقى، حاسس فيك وبعرف انك متضايق، بس شد حالك ولا تكتئب ولا تكئبني معك، لا انت ولا انا حمل هالهم هلا. المفروض نكون اقوى من هيك، هذا هو المهم، هي اول واهم مهمه، فاهم؟ شد حيلك يلا يلا. ماشي اخي معك حق، مزبوط هذا الكلام. شغله البكي والحزن مو لنا اخي، خلاص.
بتعرف أوكان؟ أنت أخ وصديق حقيقي. شكرا. ومع هيك تضرب أنت ومثالياتك هي. يا حقيقة.